احنا هون في وحده البي سي ار طبعا احنا العينات بتجينا جاهزه مسحوبه باركودد برضه، بتم استقبالها في الريسبشن، بعدين داخل السيفتي كابينت بتم ترتيبها وترقيمها عشان تبدا مرحله الشغل عليها. طبعا بعد ما تترتب وتترقم اللي هو خلينا نحكي اللاب اي دي، بتم اضافه كميه معينه من العينه على اللايسنج الموجود، بعدين طبعا بنحط البليت بالاكستراكتر. الاكستراكتر بيعمل على نقل العينه الى مرحله الماجنتيك بيد، بعدين بصير الهووش، بعد الووش بتصفي مرحله اليوشن اللي هي احنا يعني بتهمنا مرحله اليوشن اللي بدنا نشتغل منها. بعد ما يخلص الاكستراكشن، طبعا الاكستراكشن كل 32 عينه باخذ تقريبا 9 دقائق، بننتقل لمرحله البي سي ار رياكشن. بي سي ار رياكشن برضه بليت بيجي واحنا بنضيف له البي سي ار رياكشن بالاضافه للانزيم. هون تبدا عمليه الحصول خلينا نحكي على الار ان اي انه يرتبط بالبروب اللي بنضيفها احنا والانزيم. بعد ما تنتهي عمليه البي سي ار رياكشن بتبدا عمليه البي سي ار ريدنج. طبعا الريدر مجهز ل 94 عينه بالاضافه للبوزيتيف والنيجاتيف كنترول، يعني البليت بيحتوي على 96 ويل. قراءه هاي 96 ويل بتاخذ تقريبا ساعه و10 دقائق، بيعتمد على التفاوت في درجات الحراره، حيث انه بصير عندنا ديناتوريشن للدي ان اي وبعدين ببلش عندنا عمليه الدبليكيشن للستراند. كل ما زادت كمية الفيروس الموجودة بالعينة كل ما ظهرت النتيجة بشكل أسرع، وكانت طبعا الكيرف تبعها عالي ومبلشة من سايكل بدري. بعد ما تنتهي عملية الريدنج بصير عندنا انتربريتيشن للنتائج، حيث انه يعني بتتفصل مين البوزيتيف ومين النيجاتيف ومين اللي ريكوست نيو سامبل. هيك بتكون انتهت عملية الشغل والقراءة. بتيجي عملية ادخال البيانات، بتم ادخال البيانات عن طريق جهاز مبرمج جاهز وعن طريق الباركود ريدر. طبعا يعني عبارة عن انك تعطي العينة للباركود ريدر وهو بيدخلها على الجهاز، وانت ساعتها بس بتدخلي النتيجة بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ريكوست نيو سامبل.